وقد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة القومية لبناء مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر، وهي المبادرة التي كلف المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي بإعدادها منذ سبتمبر الماضي، وتستهدف توجيه أولويات الدولة نحو بناء الإنسان المصري. طالب السيسي في كلمته أمس السبت أثناء احتفالية عيد العلم القطاعين الخاص والأهلي ورجال الأعمال أيضا بالاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية والمصرية، لا سيما في قطاع الصناعة، والمساهمة في تطوير وتمويل البحث العلمي في مصر لتحقيق الاستفادة المشتركة والمنفعة المتبادلة. إلى تأسيس مجلس علماء وخبراء مصر والمجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي لتشكل جميعها مع وزارة البحث العلمي والجامعات المصرية ومختلف المعاهد والمراكز البحثية أوعية متكاملة لإسراء البحث العلمي والاهتمام بتفعيل شقه التطبيقي ليصبح واقعا ملموسا في حياتنا اليومية، وذلك إيمانا بأن التنمية التي لا تؤسس على مقومات علمية تدعمها وتطورها تظل تنمية هشة مفتقدة لأساس استراتيجي متين. علماء مصر الكرام في إطار نظرة شاملة وبالتوازي مع الجهود المبذولة لصياغة استراتيجية تطوير التعليم، كلفت المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي منذ شهر سبتمبر الماضي بصياغة تصور متكامل للنهوض بمنظومة البحث العلمي. ويطيب لي في هذه المناسبة أن أعلن عن ثمرة هذه الجهود الدؤوبة من خلال إطلاق المبادرة القومية نحو بناء مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر، والتي تستهدف توجيه أولويات الدولة نحو بناء الإنسان المصري. فبناء العقل العلمي وتمكين المواطن المصري من التعلم مدى الحياة هو أفضل استثمار لبناء هذه الأمة. إن هذه المبادرة سيتم تطبيقها من خلال 3 مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، تتضمن كل منها ضمن الكثير من المشروعات مضاعفة المنح للمتفوقين من أبناء الوطن للدراسة في الجامعات العالمية، وإصدار قانون لتنظيم البحث العلمي، ووضع استراتيجية مصرية للبحث العلمي تربط الخطط البحثية بأهداف واضحة وتسهم في الارتقاء بالبحث العلمي كما وكيفا استراتيجية ترتكز على محاور أساسية وتدعم التوجهات الوطنية، استراتيجية تؤكد على أهمية البحث العلمي التطبيقي وتنفيذه، وتبتكر الحلول العلمية والواقعية للمشكلات والعقبات التي تعترض العديد من الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والخاص والمجتمع بشكل كامل. وفي هذا الإطار أدعو مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والمستثمرين لتبني سياسة الاستثمار في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا، كما أن علينا إيجاد وسائل للتنسيق بين هذه المؤسسات العلمية والبحثية وبين المؤسسات الإنتاجية بما يساهم في تحقيق التطور التكنولوجي. فأشد ما تعاني منه مصر ويعاني منه العلماء والباحثون أن تظل نتائج البحوث حبيسة الأدراج، وأن تبقى المؤسسات الإنتاجية بمعزل عنها مكتفية بأساليب صناعية عتيقة أو لاهثة وراء تكنولوجيا مستوردة. وهذا ما نريد أن نتعاون جميعا على تغييره.